طريقة تغيير الصورة المصغرة لبروفايلك على تطبيق تيك توك. هذا الفيديو عملته قبل مرة لأنه صار في مشكلة إنه ما عم تتغير الصورة، وهلا بدنا نرجع نعمله لأنه في فئة كبيرة من الناس ما استفادت منه. بس بهذا الفيديو راح تكون طريقة مضمونة 100%. تابع معنا الفيديو للأخير، اعملنا لايك واشترك بالقناة إذا كنت جديد، واعطيه الانترو. راح نتوجه لمتصفح كروم كالعادة، بعدين راح نبحث على خيار تيك توك، بعدين راح نضغط على 3 نقاط والفتح بإصدار الموقع الإلكتروني، يعني مثل جهاز الكمبيوتر. بعدين راح نختار أول خيار، نستنى بين ما يتحمل. بعدين راح نرجع نضغط على 3 نقط اللي موجودة فوق، ونرجع نفتح إصدار الموقع لأنه راح يتسكر مرة تانية. نستنى بين ما يتحمل. بعدين مثل ما كن شايفين شباب، فتح عنا التيك توك بإصدار الكمبيوتر. راح نضغط فوق، بعدين مشاهدة الملف الشخصي، بعدين تعديل الملف الشخصي. هون الشباب فتحت هاي القائمة من الكمبيوتر على أساس، ومن هون صار فيك تغير الصورة الشخصية الخاصة فيك.